دائما وحنا هنا في بلدية حنايا ودائما مع هذا التنمية تاع البلدية، وراني نتكلم اليوم علاش على جال هذا الطريق هذه المؤدية إلى طريق المذبحة هذه لخارج طريق الحناية من جي خارج نشوفه هنا. البارح أنا للأسف ما قدرتش نجي نصور، ما كنت هنا، ولكن هذا الطريق هذه كل ما طح النو كل ما طح قطرات النو نجبروا هذا الماء وهذا الطريق اللي تتعمر بالماء، هذا الطريق اللي ما تقدرش تمر من هنا في هذا الطريق هذه. هنا الطريق هذه طريق المذبحة هذه تاع المذبحة اللي نجيو ماشيين منها، راه كاين حي كبير، حي منا كبير، ولكن هذا الطريق عمرها ما خدمت. هنا ما تقدرش، الدراري ما يقدروش يفوتوا مع هذا الطريق هذه، ما يقدروش. هنا نشوفوا انه البارح كانت الطريق مبلعه الطريق، ما يقدروش الناس تفوت معها. ولهذا ندائي رئيس رئيس بلدية الحناية، أنا مدبية الرئيس مدب بلدية الحناية، يشوف لهذه المنطقة هذه، يشوف لهذه المنطقة ويشوف لهذه القنطرة هذه اللي كما البارح جات النو ما تقدرش تفوت منا مع هذا الطريق هذه. النداء تاعي مسؤولي بلدية الحناية مدى بهم يشوفوا لهذه الدخلة الحناية من الجانب اللي نجيو مع الطريق اللي نجيو جايين من رمشيطة داخلين للحناية. شوفوا هذه القنطرة هذه من تجي الماء الحملة هنا ما تقدرش تفوت. ها هو آثار الحملة تاع البارح هذه، شوفوا تاع البارح الناس هنا ما تقدرش تمر من هذه الجهة منها هذه. ولهذا مدى بنا تسطروها وتدخلوها في برنامج التنمية المحلية تاع بلدية الحناية.